ألحانه اتسمعت من الخليج للمحيط. كارمن سليمان تسببت في طلاق حلمي بكر. تخيل تعاون بينك وبين أصالة هيطلع إيه في الآخر؟ يا رب تبقى الحاجات الجميلة دي بس مع غيري، أنا لأ. لو كنت نقيب الموسيقيين تسحب من مين ترخيص الغناء؟ ده أنت معبي يا أستاذ حلمي. الصوت اللي يطلع من أوضة نوم ما يبقاش غنى. حلمي بكر ملحن شاطر لكن مش موزع بارع. كله اخرس تعالى. حلمي بكر بيخلف وعنده 80 سنة. انا حبيت مرة واحدة في حياتي. مين؟